أنا اسمي هدى عبد العال، عمري 18 سنة، ساكنة مخيم الأزرق. الحمد لله، برغم كل التحديات اللي كانت تواجهني قدرت أحصل معدل 98.5 بالفرع العلمي. أنا بدي أدرس طب وعندي إصرار كبير على هذا الهدف الحمد لله، ومعدل 98.5 بيأهلني لهذا الاختصاص، ولكن وأنا بدي أدرس هذا الشيء لأنه الطب هو أكبر خدمة إنسانية تقدم للبشرية، ولكن للأسف ما في فرصة أنها تدرسني هذا الاختصاص، يعني هذا الشيء صار شبه مستحيل. طبعا هذا ما بيأثر على شغفي وإصراري عليه، لا أنا بدي طب. وغير هيك أنا إذا ما طلعت لي المنحة أهلي غير قادرين إنهم يمولولي إن أنا أدرس بالجامعة، هذا الشيء كتير صعب، والفرصة للمخيم جدا محدودة وما أنا عم تكافئ كافة معدلات. الفرصة للمتميزين مستحيلة، ما أنا محدودة. بدي أساعد الناس الفقيرة، بدي أركز على الجانب الإنساني. الغاية الثانية إني أنا بدي أروح للأمراض اللي ما إلها علاج وأبحث عن علاج، هدفي بحث أكثر ما يكون حدود مقيدة بالطب.